جوجل حسوس هالجن وحلقة قرية عبد الرحمن طاهر عيناشة عبد الرحمن كل سجال بقول لحن كي أيو كل شيء ديجان كلي راش شاب الدولة أو كتر سن دبوا قريالة أما جوبل كتوك دير أيه هوس ما سمر كاسي دقمة داسي عبد الرحمن بقول كا كل شيء وحوسة وري لأن كان يمجالد هالجيسة وحوم مدرسة دي كبلابي لأن كاي لين كملتيري كمدرسة دي كول تشرتي وأو كسو وري حقا مدرسة دن إنشي أيوه هذانا قالي عبد الرحمن مركي يسقون كجري وحياه بعشيب كلامك بقارك وقراك والشيء واحد كم ذا عبد الرحمن مركي وأكيد على يرد الله كهاي يسقون هذا لقط دري وقيراضي طلعت عبد الرحمن ويد والد كي بيكون يسقون كهالله لقط دري كده بروح لقط دري يسقون كي لونت شري يوروبيان برامبري يسقون هذا الشعب كفي عليه بالقط دري مركي دم عبد الرحمن حافظ ده حاجة بيكسره يكتئيو حاجة المركي يسقون كي إحنا ضاق حبال لقط دري يوم مركي وقيبتي طبعا كسي وضي عبد الرحمن أخبر شدي ساسو مركي قاطي مركي دم عبد الرحمن معلمه أيوب بلاوي أطابر كي بي بي دايو قاطي قيبتها دعوة يلا مركي عجيبة كل شرته وحنا قلت لي أنا نقد دم يد نقص الملا إلى هذا عبد الرحمن سيدي ومركي دم بي وحكو بيراو كبيرة مركي دقاقي هلجن كأيوب كبيرة أسلم ما تشبه دي عبد الرحمن نصيب والله هايو هالجماجي ويناي وذكرنا إنه إبراهيم إسماعيل كاتبو وحكم إذاها وتدي سو كم إذاها أما عيلة كي إبراهيم كاتبو بكم إذاها نصيبه ليه هاي ما أنت من دلتش هذا مالن دوي ده كي إبراهيم كاتبو عن إيجي ولين مصابحين أيام ضلك أكو حسن بكون شراية كم إذاها مركا إبراهيم كاتبو ضلك يدي سو قاري مركا يقفني مدي شخصية ديسة وحلقة ويديني بكم إذاها عبد الرحمن نصيبه ليه هاي عبد الرحمن لبي وحط لعبي صدق حس ديتن كي أيوة تلابي وحنا مركز سلطان أيوة كتلابي مركز هري كده بس داسو مركز عيدا كي إبراهيم كاتبور إبراهيم كاتبور عيدا كي سأجن الحيو هستي حرمت هذا روح ربع صاية هاي عبد الرحمن المدير كده فصح واحد جميل جوا قبطي مركز دوم مجال ده بس هو رجعي عبد الرحمن إنا كاهن يعني ما يكمل ده هاي أيا مش شبيه ديارني للدولة يعني مركز الله كشر قالوا لقد ليه نكيا كده هستي جان لون شري عبد الرحمن بحاجة مية كصباح مجال ده هرجيسو يمان يا ود السعودة الكلو أدقيها وصدرهم كلهم الصعنيو قاري بالو صباح يا قاري قاسم حوي وتشجر بخصوص قاضي يا مركز قاري بيو مجال ده هرجيسو يمدي وضي فيس لون ترى تكينوها مجال ده هرجيسو يمدي قاري عبد الرحمن صباح عاي على أبتي للدوني مش كيل قفرينها قاري كصو قاضي قاري قيرش ليه هرجيسابا لدقي ده وده تو عبد الرحمن بهب إني بدي أسكت صحيح ما علمتي الدم بيت الدم عينا السوق هذا أنا أول شيء مش كي يكون في عبد الرحمن يعني ملك أهلك لو ذي دولة دي مركا سياد ضرة هل كان شو بتوي وقاعد مش كودي مركا عبد الرحمن والله حر حر يا ضمان إلا كي جاري وتن كستو كي جاري وتو بحص ذي مركو وقاعدي إن رجل اللي بده بتشلو لكن عبد الرحمن مركا صار صو حبسي كي قلي مركا الدم عبد الرحمن أي دير كي أي حبسي مركا ده اللي يرضي اللي بتشبيه بها هل خلوا بسوا فرتي عبد الرحمن وحوي الدنيا ذا الدنيا كده ضدك مرق قفك سهل كمو أما وحوي وحسوك اليوم والله ما مسا الدنيا ذا وأكيد قاري الله إيجو لنا لي إفكان كعبة بهاني وحي راقصي ما دام عو عبد الرحمن نلا تشوفه وحمي ما لنا رهنا دل يردن أدبل ما صنت هسه نفط على هذا قصة ورتي دل خي ضدك بقى أنت عو حق قبة حيا فلان تيار ذا كومنت وحن كسر دوين دون سلمة ويندى فلانتين تقيبتك على قادم دونتا سلم سودو تلي يرى ذي ذو واحد بدن ناقة بنا ناقة ما بنا أنا واحد بدن مأوجي واحد ناقة ناقة فلانتين معنا بدن ناقة ناقة موتشن سين عن بيجي سنا دورنا ما دام هالجن بدن ده كنا ناسو كله واحد بدن عيلة سو كل من عوض يا إن أدب الدين كلام هاد علينا هنا أنا واحد بدن خدران مايو إن واحد كي قيبيا أو ماكو إن هالجماعة عبد الرحمن وكل شيء واحد برشة قيبته واحد برشة ومعلنها واحد شرتي شاكر وحيس البطن وأنا جاي قراءة يومتي آخرني بسوي شيء دتي إن شاكر أسوي حي حي واحد نقص على السنة أرضي إذا ما دامي حبوا واحد حلم شرين سدى إن ما دي سجل بسن شرين مركاو واحد عضي عبد الرحمن ما هو واحد شرتي وريت أسوي بخلي وريت داس waxay lagu mamnuucay hablaha qaar oo doonay inay dheereystaan shaqada iskuulka ku dhigan jireen maadaama asturnaanka doonayeen
أي وجدوان يعني نعنيت أنا كوه قوناي وريت ناس وحنا نقول ممنوع أي إن أنا حبلو صادع إنسان كريم شارك أو سدي لوجو تلاك على يعني سدي إسكويلا شو كله أي وحنا كذي وح حيسها بدن شكله ويلي وحويان إن عبد الرحمن إلى آخر بدن السية إسقو معلنا وحديدة إن وريت ناس وكسيره ورجستي أول بدن مول هاي نوع معلم بوها حتى لو حشرت تلابو عاد قيمة بدن أو قاعدة وحشرت معمولي دكسي لا ومحارستة حسن إسماعيل بلا ودنتي وحشرت إنه معلمين تنتوس كوجيا وكيرادو إن مركا تصل كسوق عشان حسد بلا بسان عرضي ده وضع إيرا إن أنت شاب درس دته وشاب إنه ممنوع تهاي إن أنا لسوي حرين كذي عبد الرحمن قال اسكتي ما كسوق علي وحس ميت وحبلي أردم وضع إيرا هل قبر وشاب درس دته بو أكل وحو كويرا ده دمان عرضي ده حبليه إن أنت ما أكسا سيدا يوسف اللي بسنتهاي وصوح دايدكم قرأوا هالكي عكسي كاهد وريتدي وحدوني سيامي شيقي سي إن على صوحراني ممنوع بيا حيد حالي بكو متنسيني شغالي سيكوائي وحسدن حدنا أمو إيلي معمولي عبد الرحمن ويسكو ناكسيني نمو دوني نينو دي سي أما طلابك قادو أما وعنانتو وقويا وحكو يرادي وحاد سامي سيدي ده الشرعي جوي موافق إيشو وحيرا خالدن ويان سيد اللي نعمري معها عبد الرحمن هو دريستي سيد اليوم حبوي ريان هو حوضا وحيف سيان دين تينا وحيف سيان دكان تينا وحن وشيل نعم عن سمين نعم هل كنا شو لنا وانا قاعد تينا انت عم تلاقي المعطوم عمري مو كان عندي تذكريات وحسمي وحسمي وحلها ده وسائل دي بكور عدي سدي أي وحش شريم بوش شاقي وحكوي رادي وحلاه صدر مركان كرمارة محمد شيخ يوسف كا إلى يوم حارستو لبعش كدي بالله ويمي سكول كيو هوش ولوغ شكي وحكوي رادي وحد وضع ووناك خلك كسي وضع وحد وناك أركتنا السمايا في الأول يكون نقطي معمولي واي عفسي بك قوي في الأول يكون نقطي لكن أمتي إيو بلشدي إيو تدكي أردمات بيوغو قشوعين أنا قيادة المانت التالي تلابة دابريق هورا ونو قشوع سنهاي ونو كاقم هدعيرينينا دمانتين حلق مياشا ونديك مهدعيرينينا وقتقينا قادقا إيو حلقينكي إيو حرية دادنقنا لدوني سين ونو هاي سنة حرية بنا كلنا هاي شرف بنا كلنا هاي حجاب بنا سيدنا أديات بنا دين كم هالعليا هذا القصة دارم مايو أفضل بمن سب كيسان كسلام يا قرابة يو هالجماعة يا لما مرت الشرف تبع ونديك كم هالعلينا يا الدر وما إيمان هالكان كل يوم حنا هاي دابع عادي بكت سوا دابع عادي شركة دي سوا دابع عادي يانو هلا يا شان قطب آکو کوبان آو شرکت دبوق داره وقت دعای قبطه یعنی دیشه گیا و یا حدی کرتن دبوق بدن قرتن و حدی کرتن اینا محیط های قریال بدن ایچوگان و حدی کرتن این محیط های دی مشاهدین کل ایچوگان دبوق کل لغو قریتونه سید درتی حب کوبان آن بیسیو سی حدی آن تان داره وقت کل حویان نبسوه کرتن قطب کوبان حویان تفتیر دبوق اکتا تفتيرك سي جود واحد وقتين إنه يهاي لفدر تبوجا بوك كستا أو لصوص عرق أو أنت تفتير الحيني وبوك يعني وعند تبلا ملفه كلا يلا وران كرا مركا شغله بوين بوجاك تكابط بحويان بوك لصوت تفتيره أو لحقة شيء قرا لحان أفحان وحاضرن قلب كلا هذا بحويان وطابع عدا بحويان مركا بوك يدين هري لا تيلا يصير قرطة قندنا الوطابعي marka daabacaada waa qaybta lixaad kale ee aan ku shaqeyno kuna qabanno bulshada qiimo aad u jaban iyo wax weeyaan tii aad u sarreysa qodobka saddexaad waxa weeyaan bandhigena kala qayb qaadano qorayaasha oo lala soo bandhigo lala haysiyo qodobka afraad waxa weeyaan suuq geynta bugaagta bugaagta marka la daabaco waxa weeyaan qorayaashu مسؤوليته وي بتين مسؤوليته لما ده حوالي يعني إن لجارسيو بالشدة آخرية لهاي
sida darteedna waxa weeyaan quraanka waxa dhici karta inaanu intaas u dhamaado awoodin oo marba waxa weeyaan masuuliyadiisi koowaad isagu gutay taala anaga kala shaqeyna guud ahaan meelaha Soomaalidu ay digto dhan wala wada gaarsiya taasina waa tabay xagga suuqgeynta waxa jirta turjumaada qodobka shanaad turjumaada tusaale ahaan waxa dhici karta qoryaal badan oo dhali jooga ama naga maqan inay qoreen bugaag afaf qalaad ku qoran una baahan af Soomaali loo turjumo marka waxa weeyaan turjumaada qoraal qabanaa qofka waxa weeyaan loo turjumaa af Soomaali loogu turjumo ama af Carabi loogu turjumo ama af kale oo qalaad loogu turjumo taasi waa taa shanta qodob ayaa qabanaa waxaan ku soo gabagabeynayaa qoraal in laga iibsado tiro kooban baa halkaa taala tirada kooban dadkeena kooban baa loogu talagalay shirkada uma yeelin hay'ada kale oo ka iibsada uma yeelin waxaan rajaynayaa dhammaan in laga wada iibsado buugta inta halkaa inoo taala tiro badan maaha haddii wax soo hadhaana de xafadii loo sii qaado oo waxa weeyaan qoysaskii iyo helada loo geeyo intaasaan ku soo gabagabeynayaa aad baan nii wada salaamay dhammaan marti sharafta isku timiday maanta halkan isku timiday horta waxa la qorayaa ay wax weyn ayuu dadka u tarayaa maadaama wixii hore u soo dhacay wax badan aan anaguba ka ogin anigayga iminka buugaas wax badan baan ka faa'iiday waayo wax badan oo dhegta ka maqli jiray ayaan iminka aan moodayay inaan practical u helay marka wixii qofkii dhalinyarta iminka soo dhalatay ee naga dambeysay oo dhan waxay helaysaa meel ay research ka raacaan ay wixii jiray iyo wixii soo jiray oo dhan ay ka ogaadaan marka maasha Allah waqti buu galiyay ninka Cabdi Daahir Cabdi Maxamuud Daahir waqti buu galiyay wuxuu galiyay inkan buu galiyay wuxuu galiyay lacag buu galiyay waqti buu galiyay buuga insha Allah waa inaanu ka iibsanaa haddii aan la yiraahdo wixii karay oo dhan dhalinyartan waxaan leeyahay waa inaad qortaan dadkeenii hore waxay ahaan jireen inay mataqaanaa aanay waxba qorin oo sheekaba sheeko oday ka sheekee umaynu maqli jirnay marka buuggu wuxuu ku fiican yahay wuu dhigmayaa dadka ka dambeeya kii dhashay wuxuu ogaanayaa wixii jiray taariikhdii adkayd waayihii adkaa berisamaadkii iyo beryihii adkaa iyo beryihii fiicnaaba marka taariikhdu saasay muhiim tahay marka taankiinu aad iyo aad baad u fiican tahay waad mahadsan tahay si wacan baad waxnoo soo gaarsiisay Cabdi Daahir waad ururisay dad badan baad ka soo wareysatay ka soo xigatay maasha Allah waan kugu mahadcelinay hambalyo kolka waxa weeyaan anigu imika waxaan ka sheekeynayaa in yaroo ah ganacsiga ayaanu ka sheekeynaa de topika nooguma jiro laakiin waan isku afgaranay aniga qoraaga marka ganacsigu wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan qofka ugu horeeya ama waxa ugu horeeya ugu yar wax yar ka bilaabaa waxa weeyaan waxa laga yaabaa inuu noloshiisa daboolo koo waxa laga yaabaa haduu yar kor u soo kaco inuu matqana u qoysas badan oo wax siiyo waxa ku soo xigta inuu shaqaaleyn sameeyo marka dhalinyarada haday wax bartaan waxaan leeyahay kaliya waxbarashadii shaygii aad baratay uun inaadan ku joogin oo aadan raadin kursi iyo miis iyo matqana xafiis inaadan sugin marka wixii fikirkaaga ku jira isku matqana ku dadaal isku day sidaaba aniguna dhalinyarada leeyahay waxaan leeyahay isku day try your best si matqana aad adduunka aad waxuun aad ugu soo biirisid haddaad fail garowdid dhib ma leh wixii waad ku fail garowday waxba isku dayday waad ku fail garowday wax kale aad hadana isku daysa ama waabad samraysa marka ganacsiga waxyaabaha ugu muhiimsan waa samirka iyo inaad waqti siisid marka haddaad samirtid ood wixii yar sugtid waxa laga yaabaa inuu ganacsigaaga najixo berri aad noqotid dadka wax la weydiinayo ee la leeyahay waxaa hebel oo keen ama waxaa keen waxaa bixi ama meesha daadad baa dhacay ama waxba dhibaato dhacay aad waxa aad ka jawaabi doontid ama aad mashruuc aad waddanka aad gelin karay sida horumara oo dadkii dee bulshadii mujtamaca aad wax ku celisid marka sidaa baan anagu mataqaanaa ayaan leeyahay mujtamaca Hargeysa iyo Soomaalilandba. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social media
kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121